أنتم تعلمون أن هنالك استعمارا جديدا؟ هذا الاستعمار الجديد تقوم به الشركات المتعددة الجنسيات، فالصحراء التي حافظ عليها آباؤنا وأجدادنا وتأخر استقلال الجزائر حتى تستقل البلاد مرة واحدة، منعوا من الاستجابة إليهم، ولذلك نحن بإذن الله عز وجل سنقف وقفة مساندة إلى سكان الجنوب حتى يتم إيقاف الغاز الصخري السام المضر بالصحة وبالبيئة وبسكان المنطقة. وأرجو من الإخوة أن تكون وقفتنا سلمية، نحن نخرج لا لنحتك لا بالشرطة ولا بغيرها، وسوف نتجه بإذن الله عز وجل إن قدر لنا ذلك إن شاء الله إلى البرلمان الذي ساند ووقع على هذا القانون الجائر الذي يخدم فرنسا وأمريكا والشركات المتعددة الجنسيات. الله أكبر. هذا استعمار في الصحراء جديد بثوب جديد، فأرجو من الإخوة أن يتركوني في مقدمة وأن لا نحتك برجال الشرطة وأن نقف وقفة لله عز وجل ثم لأجل هؤلاء السكان الذين استضعفوا سكان الصحراء، الآن يستضعفون ويحتقرون ويراد أن يفرض عليهم أمرا واقعا. فأهل الشمال الذين يعيشون في أمن ويعيشون في رغد من العيش، إنما ذلك بفضل الله عز وجل ثم بفضل البترول والغاز الذي أوجده الله عز وجل في الجنوب. فلا تنسوا الفضل أيها الإخوة، لا تنسوا الفضل الله عز وجل ثم فضل أهل هذه المنطقة الصابرة الطيبة المسالمة التي دفعها الدافع إلى أن تخرج بأولادها ونسائها وشبابها وأعيانها وشيوخها وعلمائها من أجل أن يرفض الغاز الصخري. فعلى بركة الله، وأرجو من الإخوة أن لا نحتك وأن لا نقوم إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى. إذن قبلتنا إن شاء الله البرلمان الفاقد الشرعية والفاقد التمثيل الذي وقع على هذا الغاز السام الذي رفض في فرنسا ورفض في أمريكا وأرادوا أن يجعلوه في الصحراء. فهؤلاء إخوانكم، قفوا لله عز وجل وبسم الله. أنت الأمين وأنت في زمن العمالة كالسعير، أنت الهمام تطلب في سجن خيانات السجون. لكنك الأمل الكبير.